الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. انا احمد العراقي من العراق. اتفضل يا استاذ احمد. سؤال اذا ممكن استاذ وليد. اتفضل. نحن نعلم او انتم تعلمون بان لله يدين وساق. لا، مش نحن نعلم، ده قرآن كريم. نعم، هذا موجود بأن لله يدين وساق. لا، دي آية موجودة حضرتك، ممكن يعني ممكن تقولها لنا، ممكن تذكرها لنا؟ نعم، وهل هذه الآية التي تقول عنها تعارض الآية؟ لا، ما فيش الأول، معلش، أولاً ما في حاجة اسمها تعارض في القرآن، ولكن أنا عايز بس أفهم الآية ابتداءً. يعني مثلاً لو أنا قلت لك بل يداه مبسوطتان، يعني ايه الكلام ده؟ نعم، يد الله فوق ايديهم. لا، انا ما كلمتك يد الله فوق ايديهم، انا ما كلمتك بل نعم. يداه مثنى. حبيبي وليد، هو مو سؤالي هذا، مو سؤالي هذا. لا، انا ما كلمتك على سؤالك، لا ما كلمتك احمد العراقي. انا عارفك احمد العراقي، احمد العراقي انا عارفك حبيبي. انا دلوقتي انت حضرتك بتقول انتم اي نحن اهل السنه والجماعه نقول ان لله يد. نعم. فقلت لك لا، مش احنا، ده القران الكريم. تمام. احسن، وقلت لك لو سمحت احسن اتفضل. لا، مش احسنت حبيبي، مش هتاكلني لو سمحت. بل يداه مبسوطتان، ما معناه عندك بل يداه مثنى؟ انا حبيبي، انا أو داخل، مو تسألني أنت. لا، أنا ما أنا سألتك، أنا ما سألتك، أنت اللي داخل بتقول، أنت ادعيت. معلش، واحدة واحدة عشان نفهم الأمور، بس واحدة واحدة عشان نفهم الأمور. واحدة واحدة عشان نفهم الأمور. أنت حضرتك رميت وكأنك بترمي تهم علينا، فأنا بنفي التهمة دي ابتداءً. هذا قولكم أنتم، هذا يا باشا، يا أستاذ أحمد، ما في حاجة اسمها على قولكم أنتم. أنا ولا قلت لك قال ابن العثيمين، ولا قلت لك قال محمد بن عبد الوهاب، ولا قلت لك قال صحابي، ولا قلت لك قال ابن تيمية، ولا قلت لك حاجة. أنا ذكرت لك الآية بل يداه مبسوطتان، يبقى دي ملهاش دخل ولا بسلفية ولا زي ما أنتم بتدعوا بوهابية ولا مرجئة ولا خوارج ولا معتزلة ولا أي حاجة. دي آية في القرآن الكريم. لو سمحت ابتداء نحترم عقول الناس ونفسر الآية ديت، وبعد كده بقى تقول أنتم قلتم أو ما قلتوش. تفضل. بل يداه مبسوطتان. إذا برنامجك ليس شيعي يسأل وسني يجيب، وإنما يا أستاذ لو سمحت، أنت رميت التهم علي زي بالظبط واحد يجي يدخل، أول ما يدخل يقول إيه، عندكم أهل السنة جماعة القرآن محرف، فأنا بقول له لأ، لو سمحت أقف هنا، إحنا ما عندنا قرآن محرف. وببتدي ادخل معاه بقى في مساله تحريف القران، لكن الاول انفي التهمه عن نفسي وبعد كده ابتدي في الدخول في مساله تحريف القران. فلو سمحت، بل يداه مبسوطتان ما معناها؟ مثنى. لان انا اجاوبك، انا الحمد لله ما استحي من ديني، لان الله سبحانه وتعالى هو الرازق، ويداه مبسوطتان نؤولها بالرزق. يا أستاذ الآن رزق واحد ولا رزقان؟ يا أستاذ بل يداه مبسوطتان. يا أستاذ لو سمحت، المسائل العلمية ما بتتاخد لا بالعياط ولا بالصراخ، المسائل العلمية بتحل علمي. الآن أنت لحضرتك فصلتها بالرزق، الله عز وجل ثنى، ممكن تسنيني الرزق كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو انا عايز افسر معنى معين، اسمعني بس، الله يبارك في عمرك، اسمعني، الله يبارك في عمرك، اسمعني، حتى وان قال يداه مبسوطتان، اسمعني ونهى بالرزق، لان الله، يا استاذ لو سمحت دايما علمونا في المدرسه، اسمعني بس، الله يبارك في عمرك، دايما علمونا في المدرسه كده واحنا صغيرين، قال لك عايز تعرف معنى اي حاجه، شيل الكلمة اللي انت عايز تعرف معناها وحط المعنى وشوف المعنى هيتناسق مع الجملة ولا لا. ان تناسق مع الجملة يبقى المعنى صحيح، ان لم يتناسق مع الجملة يبقى المعنى غلط. ده اللي احنا اتعلمناه. تمام.
فتفضل حضرتك دلوقتي شيل كلمة يداء وحط بدلها الرزق كده. تفضل. هل أنا أجاوبك؟ أيوة تفضل. أت راح مشواره، دخل الغرفة اللي جوه، دخل الغرفة اللي جوه، دخل الغرفة اللي جوه. ما هي معروفة، لما يجي لك صوت يبقى تعال. شكرا ليك. ما هي لما الشيعي يتزنق يدخل الغرفة اللي جوه، يشوف غرفة كده ايه في جانب البيت ما فيهاش شبكة، فياخد التليفون هناك. تمام، عشان يبقى بيخرج خروج مشرف شوية، بيخرج خروج مشرف بدل ما يقطع الخط، فبيخرج خروج مشرف.